مصري زي ما كلنا عارفين مليان حكايات كتيرة قوي، والحقيقة ان احنا دايما دايما بنكون فخورين ان احنا نشوف تصميمات مستوحاة من التراث المصري. ليه؟ لانها بتعبر عن الهوية المصرية، وده اللي عملوه اختين من محافظة اسوان. الاختين دول عملوا ايه؟ قرروا ان هم يعملوا تصميمات بالذكاء الاصطناعي. التصميمات اللي عملوها دي كلها مستوحاة من 27 طابع بريد، كله مستوحى من التراث من كل محافظات مصر، وكل طابع بريد في التصميم ليه قصة من المعالم الأثرية اللي موجودة في كل محافظة. الحقيقة فعلا التصميمات مميزة جدا يا نهى، عندك حق وجميلة. ومش بس عملوا التصميمات دي، لا هم كمان قدروا ان هم ينفذوها، لان في بنشوف ناس كتير جدا بتعمل صح تصميمات على الذكاء الاصطناعي ودي بتبقى حاجه سهله، لكن القصه بقى في التنفيذ، ازاي ان انا اقدر انفذ الحاجه اللي طلعت لي دي صح بنفس الشكل وتطلع لي حقيقيه. معانا دلوقتي المهندسه هبه شاكر، اهلا بيكي، هي تكلمنا على كل المشروع. مساء الخير يا هبه. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي منورانا. هبه، فكرة التصميم بالذكاء الاصطناعي بقت موجودة تقريبا في الدنيا كلها، في العالم كله. قولي لنا ازاي قررتوا انكم تستغلوا فكرة الـ AI او الذكاء الاصطناعي انكم تعملوا تصميمات تعبر عن الهوية المصرية؟ هو بالنسبة لنا الـ AI كان مجرد أداة بتساعدنا وبتخلينا نعمل خطوات بشكل أسرع. يعني احنا بندخل لها الباليت بتاعت الالوان والفكره اللي عايزينها وبنشوف شكلها على الحقيقه، بدل ما نقعد فتره نجرب وناخد ماتيريال ونهدر خامات ووقت صح، وبعد كده ما تطلعش اللي في دماغنا. فبنجرب وبندخل فكره بالاي اي، بنشوف شكل مبدئي وطبعا بنطورها بعد كده بما يتوافق معانا ومع اللي في دماغنا. فاحنا الهدف من الكوليكشن الاخير ده كان احنا سميناه ديسكفر ايجيبت، عايزين نزيد وننشر الوعي بمحافظات مصر وبكل ما كل حاجه بتميزها. فعملنا مثلا شكل طوابع بريد لكل محافظه ومستمد من الشعار بتاع كل محافظه بس بشكل يتناسب مع شكل الجاكيت في الاخر. وبعد كده عملنا تصميم تاني كمان في بقى اهم المعالم الاثريه اللي في مصر، فبحيث يبقوا بيكملوا بعض. يعني الله، حلو قوي. نكمل. هدفنا منه ان احنا في محافظات كتير ما نعرفش ايه، ما نعرفش معلومات عنها. حتى بنتي الصغيره بقت تسالني يا ماما دي محافظه ايه، طب ايه الشعار ده، طب هم قصدهم من ايه. فهو ده اللي احنا بنهدف ليه، يعني ان هو يبقى لبس مودرن وشكله ممكن نلبسه في اي مكان وفي نفس الوقت ليه رساله. يعني طب كان في كل تصميم عندكم موجود فيه 27 طابع بريد بيحكي تاريخ المحافظات، احكي لنا بقى اخترتوا ازاي الطوابع دي اللي بتحكي عن كل محافظة؟ هي مستمدة من شعار كل محافظة بس مطورينه بشكل بسيط او عاملينه بشكل بحيث يتناسب مع بعضه. يعني زي اسوان مثلا هما برجين السد العالي بنرمز بيه لوجود السد العالي واهميته في اسوان. مثلا محافظة المنوفية برج الحمام وخطوط بشكل متعرج كده لونها برتقاني دليل على حادث الدونشواي وثورة الفلاح. هنلاقي كمان الأقصر وشكل توت عنخ آمون دليل ان ده اهم، هي فيها تلت اثار العالم وفيها مقبرة توت عنخ آمون. اسكندرية ومنارة الاسكندرية، مثلا سوهاج وشكل الملك مينا موحد القطرين علشان هي كانت في العصر المصري القديم هي كانت مركز العاصمه اللي هي فيها التوحيد فيها الملك مينا وهكذا. يعني طب احنا بنشوف مصممين كتير قوي بيعملوا كولكشن بالاي اي او الذكاء الاصطناعي، لكن للاسف مش بينفذوها على ارض الواقع. كلمينا اكتر عن التنفيذ، عن اختيارك للالوان، لان دي برضو تعتبر جزء من تراث محافظه اسوان. يعني انا شايفه في الوان صاخبه كده، الوان حلوه مفرقعه كده لذيذه. هو احنا ده الاساس بتاع الفكره بتاعت البراند بتاعنا، احنا بنعمل ملابس عصريه بس مستوحاه من التراث. بنهتم قوي بالملابس التراثيه بتاعت كل محافظه، يعني عملنا الجرجار مثلا النوبي بشكل عصري. بنهتم كمان حتى الصور، يعني قصدنا ان هي تبقى في مكان اثري في اسوان علشان برضو ده حاجه بتنشط السياحه واي حد كان بيسال. واختيار كل الالوان فين. والالوان برضو الالوان دي مشهوره بيها النوبه طبعا، بالظبط كده الالوان العصريه. طب عندي سؤال بقى دلوقتي، لو اي حد بيتفرج علينا وعايز يستخدم الاي اي علشان يعمل تصميمات، النسبه ان هو يطلع شبه التصميم اللي احنا شايفينه في الصوره
والواقع قد ايه؟ دي بتفرق بقى حسب الـ 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 يعني هو مثلا جودته ايه في الـ يعني هو مثلا ممكن تبقى الصوره مش موضحه الماتيريال، هو حسن اختياره بقى وخبرته ان هو اختار الماتيريال نفسها. احنا هنا لو من شويه عرضت الصوره هو شبهه بس مش زيه، يعني البشر نفسه احنا اللي مختارينه، بس باليت الالوان احنا اللي مدخلينها علشان نشوف شكلها هيبقى حلو في الاخر ولا لا. في التصميمات بتاعه الفساتين اللي هي مستوحاه من الحضاره المصريه القديمه دي احنا شغالين عليها دلوقتي، لان هي محتاجه مكان ومحتاجه شغل يدوي وماتيريال كتير، فاحنا شغالين على تنفيذها وبالشكل برضو اللي يناسب مع الحضاره، لان في مش كل حاجه بيطلعها هي بنسبه 100% صح. في مثلا رموز هتلاقي هو مدخل حاجات مش تبع الحضاره المصريه القديمه، فده يعني بيتوقف على دراسه بقى اللي بينفذ ده وخبرته، مش مجرد صوره هننفذها هي لا، مش هتطلع احسن حاجه. ايوه لازم صح. يكون دارس وعارف الماتيريال دي ممكن هتطلع احسن بايه، وهل اللي في الصوره ده ممكن يبقى واقعي او لا. طب هل كنتوا متوقعين ان التصميمات بتاعتكم دي تنتشر بالشكل الكبير قوي ده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو بصراحه احنا يعني كنا حابين عندنا رساله وهدفنا ان احنا نوصلها، والحمد لله ان حصل الانتشار ده، لان ده معناه ان الرساله اللي احنا قصدينها وصلت. يعني احنا بنشكرك، شكرا جزيلا مهندسه هبه شاكر، كانت معانا عملوا تصميمات رائعه.